وفاة بنت ديوانية حمزاوية من قضاء حمزة، عمرها 17 سنة. هاي الصورة، هاي اللي توفت في مستشفى الحمزة العام قبل 7 أشهر. توفت يوم 10/2 أثر علاج من مدير، أثر علاج من طبيب. بالتسعة بالليل تخربطت الطوع علاج، ضربوها أوفر. بالثلاثة العصر، بالثلاثة بالليل توفت. صار عندها انفجار بالشريان الأوفر. هاي الطبلة مالتها، وهاي التقرير لجان طبية، وهاي شهادة الوفاة، وهذا كتاب من مركز شرطة الحمزة. يعني مشكلة لجنة طبية، أبوها قام دعوة قضائية على الطبيب، على الطبيب. يعني شوف حياة الإنسان، 7 أشهر هذا، 7 أشهر بنت بالثالث متوسط توفت. السالفة كانت مضمومة عن الإعلام، ما حد يدري بيها. الأب كحالته المادية فقير، ما عنده، يعني لو هي هاي بنت مسؤول حكومي، لو بنت عضو مجلس نواب سافل، لو بنت عضو مجلس رئيس كتلة أو حزب سياسي، طلعوا وطلعوها بنفس اليوم، سووا اللجان الطبية وطلعوا المقصر. بس هذا الفقير تنقتل بنته، تنقتل بنته، هذا عمها معدوم طبعا، تنقتل بنته، ما حد ينتبه لها.